إدانة واسعة لمجزرة عدن المروعة والانفلات الأمني في تصاعد مستمر. مواقف دولية على خطى إدانة العدوان وجرائمه، والثورية تحذر من تداعيات الحصار الجائر. أبناء الحديدة في مسيرة حاشدة رفضا لتهديدات العدوان باستهداف الميناء. ملايين الطلاب يتوجهون إلى مدارسهم إذانا ببدء الفصل الثاني للعام الدراسي في تحدي للأوضاع التي يخلقها العدوان. العدوان يواصل قصف المدنيين وممتلكاتهم، والجيش واللجان الشعبية انتصارات بحجم الصمود الشعبي. دول العدوان تمارس انتهاكات بشعة بحق مواطنيها، وخليفة البحرين يتحالف مع العدو الصهيوني. We'll be right back.